عن التوحيد، وان هو بدأ من قلنا ايه؟ عن التوحيد، وانه بدأ من الأسرة الأولى. البعض موجود بينا يلحد تماما ويكفر بفكرة وجود رب الله، انه ربنا مش موجود وانه ما فيش أديان. التاريخ ده وما الملحدين بقى مالهم؟ الملحدين مالهم دول؟ رد عليهم، لما تحب ترد عليهم الدكتور وسيم السيسي، لما يحب يرد على الملحدين والذين يكفرون بوجود الله والأديان السماوية من خلال التاريخ، تقول لهم ايه؟ لا، التاريخ علم، والله والملائكة غيبيات، ده ما يمشيش مع ده. لا توجد علاقة، مفيش علاقة طبعا، لسبب بسيط. أول حاجة في العلم إيه؟ المادة لا تفنى ولا تستحدث سواء بالتغيرات الطبيعية أو الكيماوية، مش كده؟ أيوه. طيب أول حاجة في الدين إيه؟ الخالق ويخلق، وما هو الخلق؟ إحداث من عدم. أيوه. طب ما فيش في العلم إحداث من عدم. هو بيقول لك لا تفنى ولا تستحدث. الاستحداث هو خلق. العلم بيقول لا، ما فيش استحداث. أيوه. المادة لا تفنى ولا تستحدث. الدين بيقول إيه؟ لا، في احداث من عدم، ما هو الخليق. ايوه مش كده؟ ايوه. فما تحاوليش ده مع ده. عشان كده انا ما احبش اتناقش في هذا ما يعني محاوله تفسير الدين بالعلم او تفسير العلم بالدين. لا لا توجد. يعني جت فتره مثلا الناس بقت تقول ايه؟ ومن يعمل مثقال ذره ومش عارف ايه وبتاع، لانها اصغر شيء وبتاع. طب ده الكلام ده كان ايام دالتون. ايوه. طب ما دلوقتي الذرة اتفتتت وعرفنا ان بداخلها حاجات اسمها الكواركس. ايوه. و و ما تحاولش، لان الدين متغير. ايوه. وعشان كده الناس التي تطالب ان تحكم باسم الدين غلطانين. لكذا نمرة واحد، الدين مقدس والسياسة لعبة قذرة كما قالها وينستون تشرشل. البوليتكس از ا ديرتي جيم. ده حاجة مقدسة ودي حاجة قذرة، اوكي. العلم متغير والدين ثوابت، مش كده؟ ايوه. السياسه نسبيه، الدين مطلق. صحيح. ما تحاولش. وعشان كده هو من أسوأ انواع الحكم هو الحكم الدين. ايوه. وده اللي قاله فولتير. ليه؟ لان هو قال الذي يقول لك اعتقد ما اعتقده والا لعنك الله لا يلبث أن يقول لك اعتقد ما اعتقده إلا قتلتك، حين يعتلي الحكم. أيوة صحيح. وهذا ما يحدث دائما. وقال ليه خطر جدا هذا النوع من الحكم؟ لأنه مفيش أروع كلمة وأعظم كلمة وهو كريتسيزم، النقد. لأن النقد للحكم الديني كفر والعياذ بالله. أيوة. مفيش بلد تمشي من غير النقد. ده النقد ده أعظم كلمة في قاموس أي لغة. ده السبوت لايت اللي بينورك السكة. أيوة. دكتور وسيم بشكرك، نورتنا وشرفتنا وسعيدة جدا بهذا اللقاء. أنا بشكرك كتير، وأنت مذيعة شاطرة جدا بالإضافة إلى جمالك طبعا. يا خبر، دي شهادة غالية يا دكتور. يعني. دي شهادة غالية جدا. بشكرك. تحياتي.